السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. المتهمة بقتل شقيقتها بالوراق، واحدة قتلت أختها في الوراق عشان عيرتها وقالت لها ياللي متجوزة عرفي، عيرتني بالجواز العرفي ومعملتش حاجة غلط، يعني انت قتلاه ومتجوزة عرفي. هو العرف مش غلط، الله اعلم غلط ولا مش غلط، بس ايه اللي يمنع يعني ان الناس تشهر جوازها؟ المهم، وكمان بتقولي ما عملتش حاجه غلط، عملتش حاجه غلط. يا ولية عيب عليك. ثم ايه، الناس بقت تقتل كده اخواتها عادي، وتقتل عادي، بقى القتل كده مباح عادي. اللهم عافينا مما ابتليت به غيرنا. متنسيش تدينا لايك شير سبسكرايب، اشتغل الجرس، كل خبر بتعرفه اول باول. سلام.